زيت مزيان مزيان الحمد لله، ساعدوا معايا اطلبوا تساعدوا معايا مزيان، وزيت مزيان الحمد لله، خاطر صعيبه شويه بحق الحمد لله، تعملوا معايا مزيان الله يرحمنا الموالدين، كثر خيره قصروش من جهه ديالهم الله يرحمنا الموالدين. سبحان الله ربي حبيبي، معجزه من عند الله الحمد لله. شكرا دكتور محمد الحفاوي، جراح والمدير ديال المستشفى ثانية رمل بتطوان. سعيد وصراحة درس بليغ أن لكل صابر جزاء، بعد سنة من تكاثف الجهود للجميع أبناء البررة لهذا البلد الطيب للحفاظ على حياة فلدة كبيرنا ريان اللي تعاطف معها العالم العربي كامل، إن لم نقل العالم كامل، اي واحد فيه ضرر انسانيه. اليوم الله كيعوضنا بواحد المولود جديد، بواحد الابن مولود ذكر الوالدين ديالو، كان ريان عاد للحياه في نفس اليوم اللي فقدناه فيه. وهذا الحمد لله، اول حاجه شكر جزيل لجميع الاطر الطبيه والتمريضيه اللي وقفوا على الولاده اللي كانت بصراحه متعسره للام ديالو، واللي داز الحمد لله في امور في ظروف جيده. والان نطمئن الجميع على الحاله الصحيه ديال الام ولا ديال الرضيع اللي في احسن الاحوال. وفرحانين بزاف يعني بالطفل هذا، الحمد لله ربي عوضنا الطفل من قبل ديك الهضره اللي كان البارح، دابا ربي عوضنا بالطفل هذا والحمد لله فرحانين. اسم باقي ما اتفقناش، يعني كنقولوا نسميوه ساجد ولكن باقي ما قررناش يعني اسم نهائي، باقي ما قررنا. والد الطفل الراحل ريان يرزقاني بمولود في الذكرى الاولى للفاجعه، هيا لنبدا. وضعت سمية خرشيش والدة الطفل الراحل ريان أورام يوم الخميس مولودا ذكرا بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسانية درمل بمدينة تطوان. أضافت المصادر ذاتها أن السيدة المذكورة وضعت مولودا ذكرا حيا يرزق، مبرزة أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق، وذلك بعد استفادتها من الرعاية الطبية اللازمة من قبل أطر مصلحة الولادة بمستشفى تطوان. وللعلم فإن إدارة المركز الاستشفائي سانية درمل ستخص الأم ذاتها بزيارة وحفل على شرفها قصد الإطمئنان على صحتها وصحة الرضيع. وتأتي هذه الولادة مع مضي عام بالتمام والكمال على وفاة الطفل ريان الذي قضى نحبه جراء سقوطه في بئر بإقليم شفشاون، عندما لم تنفع المجهودات التي بذلتها فرق الإنقاذ على مدى 5 أيام متتالية من الوصول إليه وهو على قيد الحياة. واستأثرت فاجعة الطفل ريان حينها باهتمام وطني ودولي منقطع النظير، كما حظيت بتعاطف عابر القارات تجاوز الحيز الجغرافي للتجمع السكاني القروي، إذ باتت قضية رأي عام دولي وتصدرت شاشات كبريات القنوات والمواقع الإخبارية الوطنية والدولية. فاللهم ارحمه في هذا اليوم المبارك واجعل فسيح جناته.